استلهمنا فكرة هذا المشروع الفني من رسالة الشاعر والفنان اللبناني خليل جبران التي دعا فيها إلى السلام. يشارك في هذا المعرض 38 فنانا تشكيليا من الشرق الأوسط يسلطون الضوء في أعمالهم على رسالة خليل جبران للسلام والانسجام بين مختلف شعوب العالم، والتي تجمعها روابط إنسانية واحدة ومشتركة. كنا قد أقمنا معرضا فنيا في البحرين عن خليل جبران بمشاركة فنانين من البحرين، وتمت دعوتنا لنقيم معرضا فنيا مماثلا في القاهرة. أخذنا بعض هذه الأعمال من المعرضين ودعونا بعض الفنانين اللبنانيين، وأقمنا هذا المعرض في لندن في قاعة سوثيبيز لكي يعبر الفنانون من خلاله عن كيفية تأثرهم بخليل جبران وكيف انعكس ذلك في لوحاته. حفل الافتتاح هذا تكفلت به السفارة اللبنانية في بريطانيا، أما المعرض بشكل عام وجولاته بين الدول المختلفة فهو برعاية مصرف باركليز. إذا ببدايات القرن العشرين جبران حكي عن الانفتاح وحكي عن الحوار الحضارات وحوار الثقافات وحوار الأديان، حكي عن كسر الحواجز والانفتاح بين الدول وبين البشر من مختلف الأعراق والديانات، فكان بالأحرى أنه اليوم مع الوضع اللي عم نشوفه بعالمنا اليوم سواء بمنطقتنا أو بالعالم بشكل عام، بعتقد هالرسالة هاي ما راح تتوقف تكون هامة ومركزية بالفكر السياسي وكذلك بالفن. العمل اللي مشاركة فيه عمل واحد اسمه بلايند فيث، وهو يعني ياخذ ال 26 درس اللي في البروفيت اللي تكلم عنهم خليل جبران. أنا كريستين صالح جميل، فنانة تشكيلية مقيمة بلندن، لبنانية الأصل، مشتركة بهالإكزيبيشن معرض كارافان آرتس، هو عن جبران خليل جبران، وهالبينتينج مستوحاة من الكتاب تبع ميسي بول جوردن تشاندلر اسمه In Search of a Prophet. أعتمد في أعمالي الفنية على ما يسمى بالفن المفاهيمي، ومشاركة مع كارافان في معرض يختص بكتاب البروفيت للنبي للكاتب جبران خليل جبران، وفخورة جدا كوني أعرض في ساذبيز. جبران بيمثل كل مغترب لبناني خارج لبنان طبعا، وجبران بيمثل بكل شيء كتبه كل شوق وحنين لبناني لبلد ولبنان.